عرفة هو يوم مغفرة للذنوب، يوم عتق من النار. الله يغفر ذنوب المؤمنين جميعا ويعتق رقاب من أخلصوا من نار جهنم. بعض الصالحين رضي الله عنهم وقف على عرفات وصار يبكي، عم يبكي يا ربي دخيلك، أنا عبد مذنب خطاء، يا رب لا ترد الحجاج بسبب ذنوبي، يا رب اغفر لي واغفر للحجاج يا رب. فنام ليلتها فرأى ملكين ينزلان من السماء بإيدهم دفتر وقلم مكتوب فلان فلان. شو عم تكتبوا؟ قال لنا عم نكتب المقبولين من الحجاج. قديش عدد الحجاج؟ قال له عدد الحجاج 40,000. قال له كم واحد المقبولين منه؟ قال له المقبولين منهم 4. والبقايا قال الله وهب لكل واحد 10,000. فطلعوا الحجاج كلهم مقبولين، كل واحد الله وهبه 10,000. مين هالأربعة؟ طلع هالأخ هالحبيب هذا واحد منهم، واحد من هالأربعة. أنا ما بصلح، أنا مين؟ أنا المذنب. قال الله غفر لك لأنك قلت يا ربي لا ترد الحجاج بذنوبي. الله أكرم من أن يرد وفدا أقبلوا إليه بذنوب واحد، غفر لك وغفر للحجاج كلهم. فالحمد لله نحن اليوم وبكرة منتظرين دعاء الحجاج. خلينا بثقة، إذا الحجاج قالوا اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد منقول آمين، وأن نرجو الله إذا قال اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد نقول آمين، فنسأل الله أن يجعلنا منهم. فهذا اليوم قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. كم واحد يعتق من نار جهنم في يوم عرفة؟ ما بالعد. الله يعتق من أمة سيدنا محمد كل من أقام الصلاة وصام رمضان وصام يوم العشر، مع عتق من نار جهنم. معنى العتق يعني أعطاك إجازة وكتب لك سكرت بأنك من أهل الجنة. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عن جهنم مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة أهلا وسهلا هذا يومكم الذي كنتم توعدون، هذا يومكم الذي كنتم توعدون، كنتم توعدون أن الله عز وجل يغفر ويقبل، هذا اليوم يومكم. فكل من عمل عملا صالحا سواء كان لنفسه أو كان لغيره ولو نفع قطة صاها شوية مي شربت هالماء تدخله الجنة في يوم عرفة. العمل الصالح وإن كان قليلا، قال الله تعالى جل جلال الله وإن تك حسنة يضاعفها أضعاف، يضاعفها. طيب فوق الأضعاف قال ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قديش الأجر العظيم بقى؟ في ضعف قد 10 مرات 20 مرة. ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. هذا لأحباب الله عز وجل يلي بيكونوا في عرفات أو مكون عم نستغفر لهم.